يم شارع النظر خناص، اي واحد يطلع قبل يريد يطلع تحت الطيران يضرب الخناص. اليوم هواي وقعوا كلش هواي، اكو حد استشهد اليوم هواي كلش هواي كلش هواي بس هنا يعني هيك يفتح راسه خناص جاي يضرب عليهم. وين المكان بالضبط؟ وزارة الكهرباء. يا وزارة الكهرباء. شارع النضال بس تعبره ما يخليك، ناس يعني يضربك الخناس. عيد الحج يعني وزارة الكهرباء بالحماية. هاي طقوا قبل شوي العصر. خناصين على البنايات. خناصين. شفت بعيني واحد وقع قدامي. طلقة براسه جت تمام خناص. خناصين قدامنا قتلوا العالم عمي. الناس تستهدف المواطنين ولا اعمال شغل ولا شنو بالضبط؟ تستهدف المواطنين ناس مدنيين، واحد شايل علم عراقي كل شيء ما شايل بيده، بس العلم العراقي ضربه براسه وقع قدامه حتى الله ما يرضى. اكو جهات معينه دستوا هذا المشي يعني جيش وتبع ارهاب شرطه؟ هم الحكومه نفسهم كلهم سواسيه ما تبع. رايك تدري شو باقي احنا حتبقى باكر؟ باقي انا اليوم وباكر وبعد اسبوع وبعد شهر باقيين احنا. كنا احنا واخواتنا المتظاهرين. Come on!